على هامش أعمال معرض شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بالمحافظات، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، منها المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية في مدينتي بني سويف والسادات، فضلا عن افتتاح مصنع للإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط التي تقوم بإنتاج أول هاتف محمول مصري. كما شهد الرئيس السيسي إطلاق برنامج التأشيرات الإلكترونية السياحية لدخول مصر.